أهلا بكم. تغيير النمط الاستهلاكي والشرائي، هذا ما دعت إليه جمعية حماية المستهلك الأسر الأردنية في ظل الحديث عن إمكانية حدوث عجز غذائي عالمي. رئيس الجمعية الدكتور محمد عبيدات دعا الأسر الأردنية بشرائحها كافة إلى ترشيد الاستهلاك والشراء قدر الإمكان وتغيير النمط الاستهلاكي والشرائي والتحوط من خلال تخزين السلع التي يمكن تخزينها. كما دعا الدكتور عبيدات ربات البيوت إلى ترشيد عمليات الشراء وشراء ما يلزم شراؤه فقط واستخدام ما يتوفر لديهم من في المنزل بكلف منخفضة. للحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف المحلل الاقتصادي محمد البشير. مساء الخير أستاذ محمد. بداية، تأتي دعوة جمعية حماية المستهلك في ظل الحديث عن عجز غذائي عالمي، كيف تقرأ توقيتها وهل نحن أمام أزمة غذائية طويلة الأمد؟ شكرا للجمعية، بس يعني عارفين كلنا المجتمع الأردني الغالبية العظمى لا تستطيع أن تخزن بسبب الأوضاع الاقتصادية التي تعيش، والأخرى يعني المرفهة والتي أوضاعها جيدة أيضا المرونة عندها عالية في أن تحصل على ما تريد. يعني الحياة المعيشية للناس هي الأصعب بسبب السياسات المالية والضريبية التي اتبعت خلال السنوات الماضية، وبالتالي يعني ما قامت به الحكومات المتعاقبة من يعني إجراءات أدت بالزراعة إلى هذا التراجع، وأدت إلى الأسر المنتجة في هذا التراجع، وساهمت في تآكل دخول المواطنين بشكل أو بآخر، أدى إلى هذا الواقع الذي لا نستطيع فيه أن نواجه، يجعلنا أن ندعو الحكومة أن تقدم برنامجا جذريا لإصلاح هيكل الاقتصاد الذي يعاني من أزمة كبيرة ذات علاقة بحصة متواضعة من الصناعة والزراعة من الناتج المحلي الإجمالي، على حساب تشجيع الخدمات بشكل عام ابتداء من الخدمات البنكية وانتهاء. أستاذ محمد، يعني تحدثنا كثيرا عن برامج ودعونا الحكومة لبرامج، ولكن الأسر الآن ماذا تفعل يعني في هذه اللحظة؟ لا شك أن الأسر أوضاعها من الصعوبة بمكان دعوتها أن تقوم في شيء. مطلوب من الحكومة أن تخفض الضرائب على السلع حتى تستطيع الأسر أن تغتني، يعني تخفض الضرائب الآن، يعني بكرة تخفض الضرائب. نعم بحاجة أن نخفض الضرائب، أن لا نرفع على البنزين وعلى المشتقات النفطية. طب وهل هذا حل يعتبر، يعني إذا خفضنا الضرائب الآن؟ نعم هذا مدخل مهم، ولكن أستاذ محمد الأسر ليس لديها القدرة على الشراء أصلا. ما هو احنا حكيت أنا ابتداء قلت الأسر، يعني حتى لو خفضنا الضرائب ممكن كمان لا، لما نخفض الضرائب أخي العزيز مباشرة يصير الانتقال لشراء السلع بكميات أكثر على صعيد المجتمع، على صعيد القوة الاستهلاكية. هاي واحد. اثنين، لما احنا نشجع يعني الزراعة الأسرية بأشكالها المتعددة لأغراض التخزين، هذا مفيد. يعني هذا اللي افتقدناه خلال الفترات الماضية بالبحث عن الوظيفة وبالبحث عن المكتب وبالبحث عن يعني وظيفة الدولة، كل هذا سبب السياسات الحكومية التاريخية. نعم. يعني احنا بنقول اليوم فعلا ما أمام المواطنين، وهم أصلا لحالهم تكيفوا. نعم. لأنه سلة الاستهلاك للمواطنين كبيرة. نعم. وواسعة، وإحنا لما نعرف إنه فاتورة الاتصالات أكثر من فاتورة الزراعة بالناتج المحلي الإجمالي. نعم. أستاذ محمد، عندنا استهلاك كبير. إذا سمحت عشان الوقت كمان. نعم. يعني هذه الدعوة قد تؤثر على النشاط الاقتصادي، خاصة أنها تضمنت دعوة لترشيد الاستهلاك والشراء قدر الإمكان. يعني كيف يمكن أن ينعكس هذا الأمر على السوق المحلية والحركة الشرائية؟ يعني الناس الآن بلشت تفهم إنه خزن، إيش راح يفهموا؟ يعني إيش راح يصير؟ يعني أنا ما مش مع هذه الدعوة بالتخزين. كلمة تخزين كلمة ضارة، وقد تكون دعوة لأخذ حصة آخر. نعم. يعني أنا لما أخزن وعندي شوية فائض أنا بكون أخذت حصة جاري أو خص أخوي اللي ساكن في منطقة ثانية. نعم. بالعكس، إحنا ندعو الناس إن تأخذ حاجتها وأن تستهلك حاجتها وأن تتعامل بالمطبخ مع حاجتها. نعود إلى الاستهلاك المنطقي، الاستهلاك المعقول بعيدا، ونشعر أنه قطرة الماء التي تسيل بالشارع هيك هدرا
هذا مؤدي إلى المياه في الأردن، وأيضا شراء سلعة إضافية للتخزين هذا بضر أخ آخر مش قادر يحصل عليها حاليا. يعني أستاذ محمد أنت تدعو الناس إلى الشراء بقدر الحاجة فقط. نعم. والاستهلاك بنفس الوقت بقدر الحاجة، وأن يكون الاستهلاك بقدر الحاجة فقط. نعم، المحلل الاقتصادي محمد البشير كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. أطلقت أورنج الأردن تجربة رقمية متكاملة حول السهولة والجودة والتحكم المشترك بما يهمه من خدمات عبر تطبيقها الجديد جود أورنج، والذي يعد نموذجا جديدا في سوق الاتصالات الأردني، ويشمل مجموعة واسعة من خدمات الشركة الإلكترونية المتنوعة، ليكون بذلك أول تطبيق من نوعه على مستوى المملكة وواحدا من التطبيقات التي تقدمها الشركة للمستفيدين من خدماتها. We are launching Jude, which is a 100% digital application internally developed. When I say 100%, that means everything really is done from the order to the delivery. That means they are at home and you can really decide to be a subscriber of Jude. You choose your number, you show your ID and identification, and everything is done digitally. So it's a big step if you compare to other kind of applications. It is something totally new, and we are very proud to offer that in the Jordan market now. هذا التطبيق بيمتاز بسهولة الاستخدام وبيمتاز بإعطاء التحكم صفة التحكم للمستخدم بأنه يعرف على نفسه بطريقة رقمية، يختار العرض اللي بيناسبه، رقم الموبايل اللي بيناسبه، وبيستفيد من خصومات عديدة جوات هذا الأب الأبليكيشن خلال هاي التجربة الرقمية، ويوصله لحد بيته فعال وبيشتغل دايركت أول ما يوصل على البيت أو لأي محل هو بيطلبه. بالإضافة لذلك هذا التطبيق بحكي إنه هلا موجود بكل ستورز المتوفرة في موبايلاتنا، سواء أبل ستور، جاليري ستور أو جوجل ستور. أعلن صندوق الاستثمارات العامة ومجموعة كابيتال بنك عن توقيع اتفاقية اكتتاب، بحيث يصبح الصندوق بموجبها مستثمرا استراتيجيا في المجموعة، حيث سيتم إصدار نحو 63 مليون سهم لمصلحة الصندوق عند إتمام الصفقة بقيمة نحو 695 مليون ريال سعودي. وتهدف الصفقة إلى زيادة رأس مال مجموعة كابيتال بنك ورفع إجمالي حقوق المساهمين لتعزيز قدرة المجموعة على تنفيذ استراتيجيتها، حيث تسعى لتوسيع أعمالها وطرح خدمات ومنتجات جديدة في الأردن والعراق والسعودية والأسواق الأخرى التي تعمل بها، وتعزيز خططها في التحول الرقمي. وتتماشى الصفقة الاستثمارية مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة في البحث عن الفرص الاستثمارية الجديدة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما سيساهم الاستثمار في جهود مجموعة كابيتال بنك على دعم الاقتصاد الأردني وإبراز أهمية فرص النمو في المجموعة.